السلام عليكم اخوان ديالنا وحبابنا، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو الاخوان وجدوا معايا راسكم، جنا لكم خليط من تريكوات جاكيطات سماطي، مهم كل شيء غتبرعوا فيه وتقريبا كل شيء اوريجينال. مهم اي حاجه غندوزوا عليها، غير نتوما الاخوان اللي غديروا في بالكم عقلوا على لي طاي واللوينات، واللي عجبتو شي حاجه اسكرينيها كيف ما جرت العاده الاخوان وصيفطها ليا في الواتساب. نمشيو نشوفوا اول حاجه غنبداو بها هما تريكوات. نبدا معكم تريكوات، تقريبا كلهم اوريجينال، حتى حاجه ما ديال البلاد وكل شيء نقي وناضي. اول حاجه غنبداو بها تريكو هذا اللي كتشوفوا، فيه اربعه الوان، فيه البلون كلاسيك كيف ما كتشوفوا على الشاشه، لوينات خطيرين وكاليتي مليحه، لاكوب ديالو زوينه، الخيط ديالو كيف ما كتشوفوا الاخوان، شوفوا الخيط ما فيش الابيض، فيه البلون كاسي والنوار والبوردو والجري. الباندا اللي جاتكم بها الاخوان، الديزاين ديالو كيف ما كتشوفوا على الصوره، اللبسه ديالو كيفاش كتجي، اللهم بارك. شوفوا لي هنا الكول ديالو كيفاش مخدوم، بالنسبه للتاكيد الاخوان اللي بغى يتاكد ولا شي حاجه راه كتلقاو كلشي هنا، الكود بار اي حاجه كتلقاوها في هاد التيكيته هادي. شحال النسبه ديال البوليستير، شحال النسبه ديال القطن، كلشي كتلقاوه هنا. الفصاله ديالو كيجي مجموع ولكن الطيات راه وافي، الفصاله ديالو وافيه بحال هذا الميديوم، غيجينا انا شويه بين وبين، المهم غيجي ناضي، طيات اوريجينال باش نسهل عليكم. اللور ديالو الاخوان بازيك، اللور ديالو بازيك، الديزاين اللي دايرين ليه بحالو بحال ديال الكميم كامل، الخياطه ديالو الخدمه ديالو كيف ما كتشوفوا، يعني شي حاجه نقيه. الباندات ديال الكميم مش عارفو اشنو غادي نشريو. اللون اللي في هذا عندنا هذا اللون، هذا عندنا الكري ديالو، الكري ديالو الاخوان اللهم بارك، شوفوا الكري كيدير لوين مليح، نفس خدمه نفس كل شيء، غير باش من حاولوا ما نطولوش عليكم لا فيديو. شوفوا الخياطه ديال الكول كيديرها خدمه، كيجي زوين في اللبسه، ودير هاد الوقيته هادي تلبسوه هو تلبسو معاه شي جويكيطه وانت ناضي. البوردو ديالو شوفوا لي البوردو ديالو اللهم بارك، كلهم لوينات زوينين وكلهم لوينات اللي كيتلبسوا ستوندار مع اي حاجه. طايره وافيه، فيه من الطايات بعد الطايات، فيه من سمول حتى الاكس ال، سمول ميديوم لارج اكس لارج، تبرعوا ليا مع راساتكم. اخر لون عندنا هو النوار، النوار ديالو كيف ما كتشوفوا نوار بلاك، نقربوا لكم شويه باش ما تقولوش راه شوفوا ليا كل شيء الاخوان، يعني شي حاجه مليحه توب توب. هذا بالنسبه لاول موديل عندنا، وشحال غنديروا ليه الاوريجينال، كندوي معكم على الدوريجين، صبن ولبس، كيبقى لكم 180 درهم. هذا اللي كتشوفوا الثوب ديالو راه متين، الثوب ديالو راه غليظ ماشي خفيف ولا هادي، الثوب ديالو غليظ. غنمشيو الاخوان العشاق ديال لوزان، سلعة اسبانيا الاوريجينال، فيها جوج تلوان، لي طاي راه الميديوم لارج اكس لارج، ولكن اللي لقينا عندهم باش نعرفوا اشنو كاين. باش تعرفوا لي طاي اللي كاينين، كاين الميديوم، كاين الميديوم، كاين السمول. بالنسبه للي طاي نكملوا الاخوان لا فيديو ديالنا، قلنا الميديوم واللارج
والاكس ال حاليا دابا هادو هما الطايات اللي كاينين. بالنسبه الزيت ديالو راه جناهم البارح خدو منهم الناس، راك سمعني لكم الفيديو البارح، ولكن مشات السليعه الزيتي ديالو، بقاو فيه جوج بياسات، بقات فيه الميديوم واللارج. نمشيو نهضروا على السليعه كي دايره بعدا. شوفوا لي التريكو، اللهم بارك، شوفوا لي التريكو، راه شي حاجه بلاندي، طايات وافين. شوفوا الخدمه كي دايره، الباندا ديالو، الكول ديالو كيدير لوزان، راه الحمد لله دابا راه يعني وليتو كتعرفوا شنو لا مارك لوزان، السلعه ديال اسبانيا، حيت لي مارك بزاف وكل وحده كيفاش كتخدم. الخياطه اللي دايرين لكم كيديره خياطه، اللهم بارك، شي حاجه اللي هي زوينه. لا فينيسيو من داكروش، هذا قلنا بقات فيه الميديوم واللارج، والزرق ديالو نشوفوه حتى هو الخدمه ديالو، بقات فيه الميديوم واللارج والاكس لارج. هانتوما الاخوان، وهاد السليعه واحد القضيه باش تكون كمعلومه، هاد السليعه انا غنوريها لكم يعني غدا ان شاء الله باذن الله، راه ما غاديش نقدر نكون، هاد السلعه راه غتبقى حتى نجي، اللي عزل شي حاجه راه غتبقى ان شاء الله حتى نجي ونصيفطها ليه. التحت ديالو الباند اللي دايرين لكم التحت، وفي واحد التويشيه هنا، شوفوا معايا هاد التويشيه هادي، غادي راه واحد الجلده فيها لا مارك، صافي غير باش تعرفوا شنو كاين. المهم الاخوان كملوا لا فيديو ديالنا، المهم خليناها في تريكوات، صافي شفنا التريكوات كاملين. دابا غادي نمشيو نشوفوا الجاكيت، الجاكيت كما كتشوفوا على الصوره جاكان جونز اوريجينال كما كتشوفوا، هذه راه ديجا جبتها لكم وعاودنا فيها، لقينا فيها الميديوم واللارج. المهم شوفوا الاخوان، راه كنخلي لكم تصاور يعني ديالها الاوريجينال من السيت باش تعرفوا كل شيء، يعني بلا ما نحتاج نبازي لكم على شي حوايج بحال هاد لي طاي ديال السلسله. انا كنبغي نوريكم هاد الشيء، ماشي ما كنبغيش نوريكم هنا هاد العيبات، هادو راهم اللي كتلقاهم في الاوريجينال نيت، السلسله ديالها هاد العيبه هادي اللي كتشوفوا هنا، هاد العيبه هي جلده باش كتكون بلاستيك اوريجينال، اللور ديالها الاخوان راه كيف ما كتشوفوا كل شيء كيبان لكم، كمهم ديالهم يعني. وهذه لافونتاج ديالها هاد الدودون هادي راه ما كتفش ما والو، كيف ما خدتيها كتبقى، غير تهلا فيها رد معاها البال غير من تقبلاك ولا تشرك ولا شي حاجه، اما هما راه الله يعمر هذا. الجاكيطه الاخرى الاخوان هي هادي اللي لابس، المهم هادشي هادي خطيره، هادي راهي شوفوها وشوفوا الثمن ديالها شحال ديالها، واصله 80 اورو ولا فايت 80 اورو. المهم جاكيطه اوريجينال جاكان جونز، كلشي كتلقاو هنا، ولكن الاخوان جاكيطه مليحه، هذه راه ماشي كوير سكاي، ولكن سكاي الى انتبهنا لهاد السكاي هذا، شوفوا مزيان سكاي راه بحال الكوير، ما كاينش فرق، ولكن صح هذا ما تخافش منه، هذا بعدها غير من لاميديتي يعني ماشي حاجه بارده، تقدر تضرب عندك حتى 5 سنين، هادي متخافش منها، غير لافونتاج ديالها السكاي اللي فيها قوي وماشي قاصح بزاف ومريحة في اللبسة، صراحة اللبسة ديالها. المهم اللي بغيت ندوي معاكم عليها اللي طاي ما فيهاش، فيها غير اللارج، هادي لقينا فيهم سبعة البياسات لارج خدناهم من عندهم، علاش؟ بثمن رخيص، هادي غتبقى لكم غير ب 300 درهم بحالها بحال الدودونة 300، راك شفت الثمن ديالها شحال دايرة. اللي كيلبس الال ميزقلهاش هادي ما تخليوهاش، هادي اللي كيلبس اللارج نهضر على مي اللارج ما تخليوهاش، الفصاله ديالها راه شوفوا اللبسه ديالها كي دايره من القدام من اللور، يعني واعره الاخوان، اللي بغى يتهلا ويبرع ويتبرع، فهمتيني؟ اللي بغى يلبس ويتهلا في راسو. شنو اللي بقى لينا؟ واحد تريكو، هذا لقيتو عندهم، هذا راه ما بقاتش السلعه هادي، المارو اللي فيه الجيوبه، انا سبحان الله اي حاجه كنبغي نوري لكم، انا علاش واش غنلبسو انا؟ راه نتوما اللي غتلبسوه، علاش اللي كتاب ليه في الرزق يديه. هذا الاخوان هذا المارو هذا راه لقى اقبال الحمد لله، الجيوبه كما كتشوفوا، السلسله طويله، الكول ديالو طالع، شي حاجه مليحه، هذا هو اللي كان يدير عليه 250 درهم،
باقي يدير 250. الطاي وحده اللي بقى فيه لارج اللي كيلبس لارج هاي، وكانت وحده دوبل تبعت البارح، ولقينا لكم على الثاني في البلونكاسي ديالو. هاد البلونكاسي عمر ريجتو، لقيت عندهم بياسه هانتوما اللهم بارك البلونكاسي ديالو، شوفوا ليا اللهم بارك، خدمه نقيه، ديزاين. شوف السلسله راه ما كتبانش، السلسله كتبان مع الزواق بحال ما كاين لا سلسله لا والو. لوزان اوريجينال مليح. هذا الاكس ال اللي كيلبس الاكس ال، هادو راه 250 درهم صافي. هادشي اللي بقى لا ما نساش لكم واحد العيبات، اجينا لكم السماطي الاخوان، ها جينا لكم السبطات السماطي ها نتوما الجلد الاوريجينال اللي بغيت الله في راسه. جينا فيهم ثلاثه الوان، جينا فيهم الكحل والزرق والمارو، وشحال الاخوان 70 درهم ها نتوما الاخوان. السبطه كي دايره جلد 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 اوريجينال، راه خديتوه من عندنا، الا لقيتو شي اشكال خليو لي في التعاليق، انا هادشي راه ما كنخزن عليكم والو. ها نتوما اللهم بارك، خدمه نقيه ماد ان ايطالي، راه ما كاين لا طاليا لا والو، المهم هاد الجلد ديال البلاد ديال المغرب، جلد مليح. هادي كتاخذوها ب 90 درهم، راكم عارفين الثمن ديالها 90 درهم فين ما مشيتي. تبارك الله الفورمه كبيره، طاي تلبس حتى 48. الطريقه السهله ديالها الا جات بالنسبه للناس اللي رقاق، جات كبيره كتحليها هذا الفيس هذا ها هو هنا، كتحلو كتنقصها على حساب العبار ديالك صافي، وانت لابس السميطه مزيانه. المهم قلنا النوار والزرق والمارو، مارو تاهي نوريها لكم. ها انتم الاخوان باش تشوفوا الالوان كاملين، ها انتم باش يبانوا لكم مزيان، الزرق النوار المارو الشوم، خدمه نقيه اللهم بارك. جلد جلد مليح من داكرو، جلد ناضي ما تخافش منه لا يطردق لا والو، يعني جلده وحده ايوا صافي. واقيلا هادشي اللي كاين. المهم الاخوان هادشي اللي عالجت لكم اليوم، راه كيدخلوا عندي الناس، راه كنقطع الفيديو شحال من مره، ربما ننسى شي لعبه. المهم هادشي اللي كاين، تريكوات جاكيطات، تريكوات كما درناهم سماطي صافي، هادشي اللي كاين. المهم اللي بغى شي حاجه في هادشي، الاول اللي غيخلي لي الميساج ديالو راه هو اللي غيجمع لي السلعه ديالو، راكم عارفين. وانا ان شاء الله باذن الله ما عرفناش يعني، مع الا بقينا في الحياه ما عرفتش امتى غنجي، الجمعه السبت ولا الحد ولا هادي، الوقت اللي جيت ولقيت لكم مون ديالكم راه غادي نجمعهم ونصيفطهم لكم ان شاء الله. الاخوان تحياتي لكم جميعا، نحاولوا نختموا هذا الفيديو هذا باحسن كلام واجمل ختام، والصلاه الحبيب عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.